حياتي قصة طويلة وياها الناس قالوا عني البخيلة آيها الناس قصة طويلة وياها الناس إي والله قالوا عنها يا البخيلة آيها الناس مناشبين بكل شيء قاموا وشبوا علي مناشبين بكل شيء قاموا وشبوا علي وش لبستي وين رحتي وش كليتي وش شربتي وش لبستي وين رحتي وش كليتي شربتي يعلم الله اني سخيه عن الحكي خفوا خفوا شويه يعلم الله اني سخيه عن الحكي خفوا خفوا شويه تبوني اصرف واصرف تحويشه العمر تبوني اقعد واقعد على بساط الفقر سجل مثل ليقا الدياية تموت وعينها بالسبوس موتوا وعينها بالسبوس يبوني ألبس مثل ما هم يبون يبوني أكل على ما يشتهون يبوني ألبس ألبس مثل ما هم يبون يبوني أكل مثل ما يشتهون باللي أبيه وهذا لبسي متعودة عليه ألبس وتكشف إيه نعم باللي أبيه هذا ستايلها متعودة عليه إن عرفتك وإنتي هذا أنا هذا سيكون هذا طماطينا إن عرفتك وإنتي هذا هذا سيكون هذا طماطينا بسج والله اشوفك حايرة وزعلانة عيني تريد يا الرمانة وعيني تريد يا الرمانة هاو انت شو مدخلك هني؟ يمه شو الله يهداك كلها مفاجأتني؟ انا اللي خرعتك؟ شو قداش اداري؟ يعني شو عندي؟ يا يدور حمر حمرتي حزرت وطعمها صاري باليهد ايه من كثر مكياجي عندي ديرة متابين؟ لا ما بي ليش ما رحت الدوام؟ ايه قال اليوم متأخر شوي بروح الراحة إيه شركة أبوك أنا راح تشروحي روحي ولا يقضبونك الباب أنا مو ناقصة بطالية يمه إيش فيك الله صباح خير مشتطة أول مرة بحياتي أتأخر شوية ما انقلبت الدنيا وبعدين ما حد درى عني وآخر مرة ولا أنا بقول لهم يفصلونك إن شاء الله يمه هل نعالج حقني هذا عشان أطق روحي فيه طيق والله زين سويتي وفرتي علي التعب ايش قاعد تسوين؟ قاعد اقط الزبالة قدامك لا قلت لك اليوم انحزت قطي الزبالة اي كل يوم بعدين انت ليش متأخرة على دوامك؟ شب 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 انا كم مرة انا وامي قايلت لك وخري عن هالمينونة ابو سيد اسمعي لا تبين اخوك يدري؟ تبين اروح اقول له ويعلمك شغل الله شلون قايل؟ زين ابو سيدك لا تفزي لا تفيني قدامك فشلتيني هذا شنو بعد؟ هذا شنو؟ وحاطه من كاب ليش فسختني اياه قدامه؟ والله جزتي اغراضي مرة ثانية اشحك وجهك حقك قلبي شوفي بالله بالله هذا واحد صاحي هذه حركات ناس صاحية ما ادري شو فيني بهالخبل فولت عليك وعلى حبة زبدة داخل فشلتيني الله يفشلك مالك عليك مينون
طالع الشمس اليوم ها اشوفك اليوم مبكر وداو هي طال عمرك ناطرك حياك تعال بك ان شاء الله هم عليك الوقت ذبني ذبني الله يفتح الله الو هلا والله هلا ابو نادر الحمد لله انا بخير انا جايه بالطريق بس شويه امي تعبت من غير شر اي فكنت مجابلتها المدير يبيهم الحين وي يلا يلا ان شاء الله ماني مطوله مسافه الطريق يلا مع السلامه شكرا عليكم يوم تاخرت صاير الدنيا كلها تبيني ما عليك الوقت ذبني 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 الله خير ايش عندك ابيك ازيد معاشي ازيد معاشك على شنو بنزيد دوامك بنزيد انضباطك في العمل صير ريال وداوم مثل الاوادم بعدين تعال طالب زياده راتب بناصر بصراحه انا متبهدل تهدري عندك ماني غافل عن خرابيطك اللي تسويها انا ادرك انك تعزني وانا حسبه اخوك اسمع يا مشاري اني اعزك هذا شيء لكن اساعدك انك تدبر نفسك وتدبرني وياك لا زين ابي سلف منك سلف ترد اللي عليك قبل ولا ناسيهم يعني ماك فايده انا اذا ساعدتك وعطيتك سلف كذي انا اساعدك على دبار نفسك ما شوف نفسك بالاول انا على الاقل من حلالي فلوسي ما تسلف من حد يعني ماكو فايده من الحكي هذا لا ماكو فايده مشكور حياك الله سلف خلصنا يا شطورة نفخ أكثر من شي في براطمك راح ينفجرون حيفرقعوا على هاي ترى دعابة من عندي لك يلا سلامات ما تشوفين شر الله يسلمك باي نيكست بيشنت صباح الخير أوه صباح النور سهام؟ ايه نورت العيادة نور بوجودك شلونك شخبارك؟ انا الحمد لله بخير وطيب وين الغيبة؟ خلاص نسيتينا؟ لا دكتور ايش دعوة بس والله عندي لويا ولاهية بالبيت وشغل شغل؟ بالبيت؟ انتو الحريم وين تشتغلون؟ انا اخر مرة شفته تخم وتطبخ وتنظف البيت اللي تطلع في توم جيري حياك تفضلي تفضلي زاد فضلك يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ها سهام امريني ايش عندك ما يامر عليك ظالم بغيت اسوي خشم شويه ايش في خشمك بغيت ارفعه ترفعين خشمك ايه انت رافعه خشمك على الناس من غير اي شيء وين بترفعين يعني وين بتودين علي بهذك بتستوين وحيد القر لا لا ابي بس شويه اضعفه شويه من هنا شويه ما في انت وايد لاعبه في خشمك صراحة أقول لك روحي دوري لك دكتور ثاني بس قبل ما تطلعين
تشرب من قهوتك. دكتور يعني شوي. يا سهام يا سهام، وايد مسوي عمليات تجميل في خشمك، راح تفقدين حاسة الشم. انت الحين ترى بفتحة تهوية واحدة. شنو قهوتك؟ تركية وسط. تركية؟ حاضرين حاضرين. الو محمد، تو تركش كوفي ميديم ميديم. يلا الو. هلا استاذ. يلا ثواني ثواني يكون عندك. اي كاني كاني قاعد اجهز الملفات. مع السلامه. مو صدق مو صدق، يوم واحد اتاخر كل هاللويا تصير. استغفر الله العظيم. طالع يا رب ايش هالولد هذا. قوم قوم، الناس قايله قوم، يعني انا ما وراي شغله الا انت. قوم يما. ايش فيك؟ منو قال تسرين المنبه؟ قوم، الناس قايله ما وراك شغل. يما انت ليش تزعلين لما تشوفيني نايم؟ لما اشبع نوم بقوم. انت ما تبي الله يرزقك ويبارك لك. انا شغلي بعد المغرب مو الحين. البركه بالنهار. الحين ناطور فلوس مو بركه. هذا شغلته الناطور، هذه شغلته. خلاص اعتبريني ناطور. استحل وجهك. قوم راي اختك الحين بيي، الناس ظهر. قوم جاب له على الغدا، انت ريال بيت. يما شو جاب له؟ وهي يشوف بنتك بياكل ويمشي. انا شكو. شوف انا بحط الهدوم بالغساله وخمس دقائق اذا رديت لقيتك نايم بنام مردانك. قم ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الحسد مخوكم هالتليفونات 24 ساعة تشكشك ما تستحون. علموكم ما بقى شيء ما نشرتوا. براطمي خشمي عيوني حتى الحمامات. يما ترى مو عيب نجاري لغة هالوقت، وبعدين هذا التطور عادي مو عيب. هذا مو تطور، هذا نقمة ما هي نعمة. علموكم وكل يوم طالعين فده جديد لنا والناس ما صارت. يما في كذي وفي كذي، بس بالنسبة لي الحمد لله نعمة، شغلي ماشي 24 ساعة، الحمد لله على نعمة الانستغرام. الحمد لله الحمد لله، الله يكملكم بعقولكم. زين تعالي خلنا ذوقك واحدة من شغلي. لحظة. ما أحب الحلو. ها لا هذا ورق أنا. ها على مقاديري. إي بس أنت شوية دارسين. قاعدة تبيعين مقاديري للناس ما هو؟ ايه وعاجبهم واي واي عاجبهم، كله قاعد يطير يطير. وانا شو استفيد بالله؟ شنو تبين يوم ما اسوي؟ تدرين شلون؟ اكتب اسمك على العلب. لا حبيبتي. ها. انت قاعد تستخدمين مطبخي وغازي وبهاراتي وماي وكهربتي اللي تشبينها. انا بفلوس ماني. تبين نسبه؟ طبعا. انا اطلعت على شروط المناقصه الحاليه وقارنتها بالمشروع السابق، وجدت ان المواصفات فيها اختلافات كثيره، واذا احنا ما قدرنا نوفر المواصفات المطلوبه للمشروع بنكون خارج المنافسه. ابي اسمع حلول سيدي. I have solution. Let me explain. هناك طريقه قد تكون فعالة جداً ناقص توكيل من أي شركة أجنبية. Any Western company, no limits. وأنا أقول إنه تقدم نفس المواصفات المطلوبة. You can understand. فهكذا conditions will be equal equal. معناته وبهذا النسبة مطابقين للشروط. عدل. شغله مضبوط. ليش خلصوا؟ اي طالبك عدل. لا اي انت فهمت ايش قال الحين؟ اي طال عمرك واضح كلامه. قول. يقصد طال عمرك احنا خلنا ناخذ المناقصه ونعطيها شركه ثانيه من الباطن ونسويها ونفتك. يا سلام ممتاز مشكور.
والشركة هذه طبعاً تقوم تعطي المناقصة للشركة الثانية بعد من الباطن، والشركة الثانية تعطي الشركة الثالثة بعد من الباطن، لين المشروع ما يوصل عند شركة توها مبتدية. احنا متى نشتغل بهالطريقة هذه؟ اسم شركات التاير وين ما تلف وجهك في السوق يرد رد. بطلب من الخرابيط هذه، بطلب الخرابيط. اسمعني، شوف احسن الشركات الاجنبية وتعاقد مع افضلها كجناح تنفيذي لنا، وبشرط ينفذون على ارض الواقع مو بس بالاوراق، فهمت؟ وات يا كونديشن؟ تفضل استاذ. ضبط امورك قبل لا امسكك الباب، فهمت؟ انكر برر هذه ما تمشي علي، ضبط امورك. ان شاء الله سيدي. ان شاء الله ان شاء الله. توكلوا على الله. تفضل مستشار، تفضل. ان شاء الله. لو سمحت استاذ. خل هذا هني. استاذ انا احتاج هذا ضروري جدا عندك. خذ خذ. مشكور استاذ. مشكور استاذ، ما تقصرت. ايش فيك؟ انا مو قايل لك مو كل شيء تقوله. لم اكن يعرفهن سيغصب جدي، انا كل فكري هو يعرف كيف نشتغل. مستر مشاري، يو نو فيري ويل اباوت ذا ماركتس. كل السوق هكذا هكذا. امشي 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 هكذا. أهلين أهلين يا أمل. في إيه يا أمل؟ أم تعبيني يا أمل. يا دكتور ناصر، حضرتك ما قلتش موعدك الأسبوع الجاي إيه؟ الأسبوع الجاي لا، أبغيش تأجلين كل المواعيد لأن أنا مسافر. أجلهم للأسبوع اللي بعده؟ أنا باتصل فيك من هناك وبقولك، تعرفين بعد إذا أنا رحت باريس على قولتك بغيس، بس إذا بعد أحلوت لي القعدة يمكن ما أرد لكم إلا بعد شهر. يقولون فوائد السفر 7، وأنا أزيد عليهم 1. أول ما تنزل وتحط ريلك من الطيارة تطير الأمراض. طب خدنا معاك يا دكتور. لا أنتوا خليكم هنا في الأمراض، خليكم عايشين في الأمراض. يلا مع السلامة يا أمل. دكتور عايز تخلص مننا؟ مع السلامة يا أمل. تروح ترجع لنا بألف سلامة. هلا والله، مش مشي الجميلة؟ نصور سناب والحين أبو صور لكم مش مشي، أكيد اشتكتوا لها. يلا مش مشي، يلا. حلوة. والليل وحش بدونك يا ابو العيون السود، قلبي فدا مجنونك. امر وعندي زود. مش فيك الله يحفظك، ترى تفاجئيني. ايش فيك للحين تلاقين؟ ذبحتيني، لوحتي جنبي. قاعده اصور فيديو بدزه حق رفيجاتي. يلا ان شاء الله يوصل مستشفى الطب النفسي ياخذونك لفتك. دق على ريلك متل يوع. يلا لا يتاخر لما تغدى. زين زين، بدز الفيديو وبعدين ندق له. وين حمده؟ تراني حمده 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 يا هد. كله مخربه علي، كله مخربه علي. شنو اللي ليش؟ يلا صباح خير. اي صباح يبا، مساء الخير. قولي شوف الساعه كم عندك. انا كم مره قالت لك لما اكون حاطه راسي نايمه لا تقعد تسوي ازعاج بالغرفه. اسف اسف، تبيني اطفي الليت ولا خلي شغال؟ لا اطلع برا، اطلع بعد ايش عقبه؟ عقب ما صحصحت. براحتك براحتك. Thank you.
ناني 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 صمخ ناني ويعه يا ماما ساعة على ماتين ساعة يا سماما وين لولو موجود ماما وكلتيها ياس سبحتيها خلاص ماما روحي بيها خل أشوفها صح النوم مع أنه صار الظهر طول الليل مو نايمة كان عندي شغل لازم أخلصه يعطيك العافية تعالي أقول لك اليوم شنو صعب الشركة أول ما دشيت ولا عمي عاف الشركة عفاس والله عمي لهيبة سالم أمباي أوفر ترى توني قاعدة خل أستوعب خل أصحصح خل أشرب قهوتي بعدين قول اللي عندك هلا ماما واي 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 فديت البنات جميلات حياتي ماما وحشتيني وحشتيني أشوف أشوف مني طالعيني طالعيني يما 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 يا حلات الوي هذا اللي يفتح النفس يا أختي شنو شنو تبي نازلش خلاص حاضر حاضر روح أسوي القهوة أوكي موتي شنو تبي تلعبين تبي تلعبين ها شوفيني لولي لولي الله يوفقك ايش فيك فيك شيء لا ما فيني شيء سلامات يما هيو تعالي مني تعالي عند ماما تعالي حبيبي ايدك وكسر هاو يعان بعينك يعان ريلي للحين ما يا شوم تاكل بدونه عادي هم يال 24 ساعه قاعد يتغدى ببيت استحل ويك وانطر الباب قوة هلا هلا حياك تفضل تفضل احييك تعالي السلام عليكم عليكم السلام عليكم حياك شلونك عمتي خير الله يسلمك حياك مو سعد انا اليوم اللي طابخه قول لي ايش رايك خلاص جد يقولي فتوح شلون فتوح وفتوح طول النهار بالدوام اي هم صح تسلمين مو حقك يسلمك اي من هذا يلا يما تبي صدر ولا فخذ؟ لا صدر صدر الله عليك بالعافيه يا كيمو يما انا فخذ يلا حطي صحنك اشوف عدال لا تجيس بايدك كسر يا حياتي ناكل اعطينا حطتك اي ما انا حطتك حقي انا بس بس باقي تريد متاخر بس حقي حطي حقي تبينا انا ما ابي لا 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 هاش 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 كافي دياتي لا كافي كافي انا متريق اليوم ما خليكم تاكلون لازانيا اليوم ايش 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 يا اخوي ايش تعب ايش قاعد طماط عافس الدنيا انا احمد اوي هاي بالدرب متى بناكل انا امكم امكم جبتكم نسيتكم خمس دقائق ارجو برا 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 بطلع برا عاد ما ادري القصار عازمني على الغداء عاد متى بتنشب الغداء انتوا وياكم اللازانيا انتوا بيض وطماط يلا بسرعه عشان تخلص السعرات الحرارية اللي عندكم عشان تأكلون صح يلا وشغلوا شو اسمه شغلوا لي فيروز شغلوا فيروز خلونا نطبخ اللازانيا الصح في ناس ما يشغلون فيروز إلا الصبح على بالهم كبدة شغلوا أي وقت شغل طول 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 على الصوت بعد الحلو حاببنا أنا مشاري وبعدين ما كنت في القوطي هذا اللي حاطه مدير تنفيذي شو هالميزانية التعبانة هذه لا مو واضحة وفيها أخطاء وايدة سكتة سكتة هذا لا قسما بالله أي أحذفه من دريشة مكتبة سكتة اسمع تسوي الميزانية أنت بنفسك مع المدير المالي وتيبه لي البيت اليوم فاهم يلا سفرة دائمة أنا وعافية ما كليت يمك حمد ما كلاني
ويعه مشكله هو بشمس. انت لما انت بتقعد بطالي حبيبي مشروعي انا وايد قوي. انا اقصد وظيفه ثابته. حبيبي انا طموحي اعلى من وظيفه بالحكومه. انصحها يا يمه انصحها. من رفضوا الجيش عشان مو كفو ومتعومس. حبيبي انا اشوف شيء ما تشوفونه. حبيبي شنو اللي انت تشوفه احنا ما نشوفه؟ ما ادري ذبحنا ما نشوفه ما نشوفه. شنو اللي ما نشوفه صدق يعني شيء يفشل فشلته قدام الله وخلقه. مشروعي برا قاعد يصيرون مليونيريه. ما نبيك تمليين ما نبيك تمليين. اشتغل ساعدني مصروف البيت تعال ويهك. تصدق صار له 6 اشهر مسلف مني 18 دينار للحين ما رد. يمه 16 دينار ان شاء الله دينار ان شاء الله. قوموا شيلوا يلا بسم الله. لا تسلم ايدك على الطبخه تصدق احلى من طباخ امي. على الغلط عاد خالتي ام لؤي طباخه زينه خنين. اصلا انا لوني منك على هالطباخ هذا افتح 3 مطاعم مو مطعم واحد بعد. يا اخوي هالمشاريع يبي لها راس مال. انت بالصدق كلامك صح. طباخات الانستغرام هالايام يطلعون اموال فلوس فلوس اغلى من مطاعم باريس ولندن. كيكه عليها حبه فراوله ب 25 دينار الماس مو فراوله. انا ابغى اموال فيسانيه فيسانيه. ترى صدقك ولد حمود التاير ما عنده فلوس؟ عيل انا اللي عندي. لا شيكات حمود التاير هني هني والفيزا مالته هني. صار لي سنه احن عليه عشان يفتح لي عياده تجميل وهو مو براضي. وليش عاد يعني؟ خليني اجربك اعطيك فرصه. يبيني بس اشتغل معه في الشركه. نزل عماره وطلع عماره، انا شغله ما احبها ما اشتغل فيها. انا اقول لك ليش؟ الريال يعني حقه. لانك انت تبتي سيده تبي يعطيك الفلوس، ما يصير عمي، هذه لازم دراسه جدوى، لازم تقدم له شيء يبين ان انت امورك صح. تدري ايش بيقول لي؟ بيقول لي انت كم مليون تطلع من هالشغله؟ بيب لي فواتير واوراق شركته، يقول لي تفضل طالع. يعني يا ابو زيد كأنك ما غزيت. يا اخو هذا على هذا يعني زياده الخير خيرين. يا اخوان يا اخوان انتم مو فاهمين، يا اخوان افهموني. ابوي ورث الحلال كله عن امي، وسوى هالشركات وكبر الحلال. يبغيني انا اشتغل معاه ليش؟ عشان ما اضيع هالملايين على الفاضي، فهمتوا ولا لا؟ اكيد اكيد اكيد. هو ما يبي يضيع فلوس لانه ريال تعب فيهم، بس اذا انت ما تجي له بطريقه سيده كذي صدقني ما راح يصير شيء. لازم تقدم دراسه جدوى وامورك عشان تمشي امورك سيده. ايش فيك؟ بين التجار هذيل مو اي شيء. والله فكره. انا يا اخوي انا شكلي بكلم مره ثانيه واللي فيها فيها. اصب لك بعد؟ ايش فيك متضايق؟ عسى ما شر كله مهموم وحالتك حاله. متضايق ومهموم؟ يعني للحين ما عرفت العدل؟ يعني مفلس حافي حالتي حاله. الحين انت تسافر 24 ساعه وتكب فلوس برا وتي هني تقول لي ما عندك فلوس؟ الحين قاعد تعايرني؟ انا سافر بروحي مو ماخذكم معاي وونسكم والعبكم واسهركم. الحين صاير اكبكم الفلوس برا؟ ما علينا الحين. دبر لي 200 300 دينار امشي حالي. من وين بجيب لك 200 الله هداك؟ انا عندي 100 بالبنك، تبي اسحب لك 50؟ مو صدق كنت 50؟ شرها مو عليك. شرها علي انا. مساكم الله بالخير شباب. الله بالنور. هلا. مساك الله بالخير. شلونكم؟ هلا هلا. بشروا ان شاء الله رتبتوا موضوع السفر، متى نحجز؟ لا والله ضبط انت وياه ولا كله مهتمين علي انا؟ تراني مفلس وحالتي حاله. تحاططوا ودونا خلنا نستانس يلا. مو شيء جديد طول عمر ما تمدين عليه دائما تسفرنا انت. عودتكم غير والحين غير. المهم اعطني 200 300 دينار بدبر نفسي. والله يا اخوي ما عندي وحالي ارد من حالك. وبعدين انت معودنا دائما تسفر على اعصابك ما تعطي رفيجك. ما يبي قلت له عندي 50 دينار ما يبي ياخذها. شو يسوي فيها 50؟ اه كذي السالفه. صير خير. الو مبروك مبروك واخيرا صار في احد في فريجنا مشهور.
منو بعد اختك ما تدرين؟ الفيديو مال الاغنيه اللي غنتها. وينك انت؟ العالم كله درت وانت ما تدري. مشهورة اختك الحين. لا تغشمر يا امي، والله ما تدري. الحين طرشتك الفيديو. شوفي شو نايمه بالبيت انت. يلا ها شو تسوين؟ شنو بتطلعين؟ اي بطلع. وين بتروحين؟ عندي ميتنج بالجمعيه. ميتنج مالك ما يتاجل؟ لا طبعا ما يتاجل، لان البحث اللي بيدي الحين سهرانه عليه طول الليل. على شنو سهرانه؟ بحث عن اسباب اكتئاب الحيوانات. عرفت ايش السبب؟ عرفت اسباب، بس من اهم هذه الاسباب انك تحبس الحيوان بقفص، فهذا يخليه يحس بالوحده. صحيح. سبب رئيسي لاكتئاب الحيوانات الوحدة. سالم ايش تبي؟ لا بس بسألك متأخرين عشان انت متأخرة نطلع نتعشى برا. لا تنطرني، لأن بخلص من الميتك بروح بيت ابوي ضروري. يلا عن اذنك بروح ابدل ملابسي. تشاو. تعال ها. الله يوفقنا. اكتئاب يا اخي مثل فين؟ ليش تطالع الكاميرا؟ عيش اللحظه، تخيل انك سايق في الارض. شنو هذا؟ هذا شو وصلك؟ هذا انكر الاصوات اللي منتشر عند الناس كلها. يمها الفيديو شوفها بنتك قاعده تغني. هذا انت؟ من دزلك جاء؟ رفيجتي تقول قاعد يوزعونه عند الناس كلها. يمها الفضيحه، عسى ما يوصل الخالج بالاحمدي. يما اقول لك حق الكويت كلها وبرا الكويت. يما شوفي احسك يا مش بالحاله تحسك ولا وجهك فضحتينا. يما انا مو دزت حق احد، والله مو دزت الا حق رفيجاتي. كذبين انتي، اقول لك حق الناس كلها. يما واصل وحسرت عمرك، ايش بنسوي ايش بنقول؟ وانا وصل اخوك. يا ويلي ايش اسوي الحين؟ ما حاتي اخوي. يما اذا وصل حق موسى راح يطلقني. قلعتك تستاهلين منك انت؟ ما ادري من حالات صوتك منين راح شطومك يا ما انا تعليج. وي 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 شنو هذا؟ شنو ايش فيك؟ فتحوا فيديو هالمسخره اللي تغني. ايش فيه؟ ما ادري، واصلني من جروب بنات خالتي. حلفي بنات ام بي، منو فيكم تهزه؟ والله مو انا. رو انتي مو؟ لا مو انا. شكو الجروب ايش كثر بنات فيه؟ مسكينة، خليه فعل استهبال، كل شوي تدز سوالفه، الحين تفكنا شوي. حرام عليك. تتوقعون وصل حق ريلها؟ اوف يا ربي، ايش هالورطة يعني انا شو اسوي لها؟ يا ويلي اتصل، كثرة. الو؟ هلا موسى. لا أنا تعبانة نايمة. في شيء؟ لا لازم أنام عشان باكر عندي دوام. خلاص أنا أكلمك باكر. مع السلامة. أوف للحين ما أدري، الحمد لله يا ربي. يمسيك بالخير يا باي. مساك الله بالنور والسرور، ما شاء الله هني اليوم. خلصت مواعيدي، قلت امر عليك يعني قبل ما ترقد. من زمان ما شفتك. انت لو تقعد في البيت بتحصل الوقت اللي تشوفني فيه. تدري يبا الشغل يحب الواحد اللي يتلحلح، ما يحب الرباده. بعدين الحمد لله الشغل ماشي زي الفل. عشان كذي انا بس بغيتك في موضوع يعني استشاره شوي. عدل حياك الله. قول الله يا عشان مصلحه. تفضل. اي عدل استريح. تفضل قول اللي عندك. عابر يبا باختصار. نعم. ابي اكلمك بخصوص مشروع العياده مال التجميل. بالضبط. انت تخبلت. اركض زين يبا، اركض شوي. ترى هذا تخصصي. هذا التخصص اللي انا ما احبه بوليه.
يبا احنا تكلمنا في هالموضوع اكثر من مره. بعدين هذا 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 هاجسي وطموحي والشيء اللي انا احبه. بعدين انا ولدك مو ولد البطه السوداء. انت يا الهاجس يا البطه السوداء انت ما تستحي على وجهك يا رسول. انت ولدي العود، انت وريثي الوحيد، اترك عنك هالخرابيط، هز طولك تعال الشركه، جاب المصالحك ومصالحي. انت ايش فيك؟ انت ليش صاير مينون؟ شو النظارات هذه اللي قاعده تلبسها انت يا اهل مينون خبل؟ كل يوم نظاره لون، نظاره خضراء صفراء زرقاء، ايش فيك؟ مو ناقصك انك تاخذ هاي النظارات اللي مال الحلاوه النقط والسير وتحطها على اذنك، بلاك تتخبل. زين انا بشرح لك، ترى انا نظارتي ملونه، عيوني ملونه، الحياه ملونه، فلونها عشان تمشي حياتك. عشان كذي داش تخصص تجميل يعني؟ زين اذا انت مصر ابوي على رايك ها؟ روح نفذ وسوي طموحك، هذا بعيد عني، ايش حقه جايني هني تبغي مني فلوس بعد؟ يبا اسمع مني، انت اعتبر هالمشروع مثل اي مشروع ثاني وتشوفه من الناحيه الماديه. انا شيء ما اعرف فيه ما احط فيه فلوس. يبا ترى انا ما طلبت منك شيء غير التمويل. بعدين اللي ماشي هالايام شيئين، المطاعم عشان تنفخ الكرش والتجميل عشان ينفخون الوش، يعني مشروع مربح وايد، فلوس اموال زي الرز. يا زي الرز، الفلوس اللي زي الرز اللي فيه من وراء التتفخ والتنفخ والتشفط والبراطم، الله الغني. Come in. Professor Thomas, how are you? Dr. Obin, what a surprise. You good? Yes. It's been a long time. Indeed. Please have a seat. So, what can I do for you? I came to show you something. Please, okay. Look at this video. Oh my God. Is this what I think it is? That's why I came for. Please, stop the video. I don't believe this is it. This can't be the Just Judge's painting. Why not? For starters, it's been missing since 1934. I know, but is it worth trying? Yes. No, if this painting, if it is real, it's definitely worth finding. But I don't believe this is.